بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، يعطيكم العافية مرة أخرى. هاي محاضرة 21 رح نحكي فيها عن Data Collection Tools، إيش الأشياء يلي بيستخدموها في جمع المعلومات للأبحاث، ورح نحكي فيها بالخصوص عن الكوستيونير أو الاستبيان. تمام. أول إشي، الداتا هي أي information أنا بجمعها عشان research، سواء كانت image, text, vitals يعني البيانات الحيوية للمرضى، أرقام, figure, observation, whatever، كلها بنسميها داتا. تمام. الآن شو اللي بحدد نوع الداتا اللي أنا بدي إياها؟ اللي هو الريسيرش كويستشن تبعي، الريسيرش تبعي اللي أنا بدي أحدده. أنا مثلا بدي أشتغل على الموضوع الفلاني، هو اللي بحدد لي شو نوع الداتا اللي أنا بدي إياها. الآن الداتا سورسز، في عندي تو تايب أو تو سورسز، برايمري وسكندري. البرايمري بنسميها الفيرست هاند انفورميشن، معناها إنه هذا الشخص جمعها لأول مرة بإيده عشان البحث تبعه. أنا رحت سألت المرضى نفسهم، أنا جمعت منهم المعلومات نفسهم، تابعتهم أنا، كنت أنا أسجل ملاحظات يعني عشان البحث تبعي. فائدة هاي المعلومات زي ما حكينا هي collected for the first time. إيجابياتها أنها more reliable, original and directly related للquestion تبعي، إنه أنا البحث تبعي أنا كتبته بهاي الطريقة، فجمعت المعلومات بناء على الإشي اللي أنا بدي إياه، فهي بتكون زي ما حكينا more reliable، أنا بعتمد عليها أكثر. تمام. السكندري داتا هي second hand information، هي حدا ثاني جمعها، ممكن تكون بريكوردز. تمام. رح نشوف الآن المصادر، ممكن تكون يعني هي أصلا أنا ما رحت على المرضى، أنا رحت جمعت البيانات من الريكوردز تبعت المستشفى، ولكن هاي الريكوردز ممكن تكون ناقصة، ممكن يكون في أشياء أنا بدي إياها مش موجودة فيها، ممكن يكون اللي سجلها بطريقة inaccurate يعني البيانات مش دقيقة. ممكن أنا أجمع المعلومات تبعي من published articles، بس نفس الاشي ممكن في اشياء بدي اياها مش موجوده، ممكن في اشياء ناقصه زي ما حكينا في جابس بالداتا. تمام. فبصير انا زي كاني بدي اعدل على الريسيرش تبعي عشان يوافق الداتا اللي اصلا اوريدي موجوده. تمام. اذا في عندي برايمري داتا انا جمعتها عشان البحث تبعي مني، انا رحت جمعتها وهي جمعت فور ذا فيرست تايم. سكندري داتا انا جمعتها من ببلشت او انببلشت سورسز. تمام. الآن السورس للداتا للهيلث داتا، أول شيء في عنا السيرفيز. السيرفيز هي مجموعة من الأسئلة. تمام. هاي الأسئلة بتنظم بطريقة ستاندرايزد، بطريقة يعني إنها تكون خلينا نحكي منظمة شاملة متساوية للكل، وأنشرها بين الناس. تمام. أنشرها بين البوبوليشن اللي أنا بديها. الآن إيجابياتها إنها بتجمع المعلومات فور شور خلال شورت بيريد أوف تايم، يعني إنها بتجمع المعلومات بفترة زمنية قصيرة، وأنه أنا بقدر أنشرها أو أوزعها لعدد كبير من الناس، فبقدر أوصل ل representative sample من الناس. ولكن مشكلتها مش حاطة مشكلتها، خلص أوكي. طيب هون كاتب لي أشياء إنه ممكن ال questionnaire الوحدة أو surveys الوحدة يكون فيها أكثر من موضوع، يعني مثلا ممكن تحكي عن depression والanxiety مع بعض بنفس السيرفي، ممكن البحث الواحد يستخدم أكثر من سيرفي. تمام. mini question بسموها، فإنه mini questionnaire. فالسيرفيز هي مجموعة من الأسئلة، ممكن تكون السيرفيز الوحدة لأكثر من موضوع، ممكن الريسيرش الواحد يستخدم أكثر من سيرفي. إيجابياتها بتجمع المعلومات في فترة زمنية قصيرة وبتوصل للrepresentative sample of people. الآن نشر هاي السيرفي ممكن يكون عن طريق كويستشنير، استبيان أنا بنشره بين الناس، أو in depth interviews، أنا بعمل انترفيو مع الناس إما على التليفون أو face to face، إنه أنا بسألهم بجاوبوا أنا بكتب إجاباتهم. تمام. الطريقة الثانية اللي هي electronic medical records أو اللي مسميها electron health record. تمام. نفس المعلم. هلا هدول اللي هم إيش؟ بيانات المرضى اللي بالمستشفى. هاي تتضمن إيش؟ ال patient medical history, diagnosis, ال medication, ال treatment plans, ال immunization dates, ال allergies, radiology image, lab and test result. فهي بتشمل كل الأشياء الموجودة في المستشفى. الآن هلا هاي إيجابياتها إنها بتعطيني real time data. شو يعني real time data؟ يعني المعلومات هاي في الوقت الصحيح، ما بتعتمد على المريض اتذكر ولا ما اتذكر، ما بتعتمد على المريض فهم السؤال ولا ما فهم، ما بتعتمد علي انا شو فهمت من ترتيب الاحداث، لا، هي البيانات هاي الوقت الصحيح لكل اشي بالتاريخ موثق وكل اشي. تمام. زائد انه هاي البيانات بتكون accurate and automatically collected، يعني هي already مجموعة بالريكوردز. تمام. ودقيقة، وزي ما حكينا بتعطيني الريال تايم.
إلا إذا زي عنا في عندنا مشكلة بحكينا بالأردن ممكن تلاقي مشكلة بالريكورد لأنه في عندي مشكلة بالدوكيومنتيشن كتابة الدكتور تمام أو كتابة الممرضة اللي استلمت السيستم ما كتبت صح، فهون المشكلة مش المشكلة بالريكورد نفسه تمام. فائدة هاي الريكورد أنها بتقدر تعطيني الترند بالهيلث كير البيشنت كاركترستيك والكواليتي اوف كير، انه انا بقدر من خلالها اشوف بيانات المريض نفسها كيف حالته الصحيه بتحسن ولا بيصير وضعه اسوء مع الوقت، المرضى كلهم ككل النظام الصحي عندنا كيف، شو مثلا الامراض الشائعه في هذا الوقت، شو المشاكل اللي الان بلشت تزيد، شو المشاكل اللي بلشت تقل انت سوون. فالالكترونيك ميديكال ريكوردز او الالكترون هيلث ريكوردز اللي هي زي ما حكينا بيانات المريض الموجوده في المستشفى history, diagnosis, medication, immunization, allergy and so on. حكينا إيجابياتها أنها تعطيني real time data, automatically collected, accurate data تمام؟ وحكينا عنها أنها بتساعدنا بتحديد الترند بالhealth بالquality of care تمام؟ طيب السورس رقم 3 إذا حكينا survey electromedical record. 3 claims data أو administrative data اللي هي البيانات الإدارية. هاي الداتا بيجمعوها من وين؟ بيجمعوها من الدكتورز appointment bills، من مراجعات المرضى عند الدكاترة، من الانشورنس انفورميشن، من البيانات عند التأمين، أو من البيشنت بروفايدر كوميونيكيشن whatever، مين اللي بيقدم الرعاية للمريض زي ما حكينا رعايات إدارية هون زي ما حكينا التأمين، مواعيد الدكتور بيروح مثلا بيشوفوا على مواعيد الدكتور، سجل مواعيد، النتائج، المقابلات تاعت الدكتور كلها بروحوا بيطلعوا منها النتائج. هاي بنسميها claims data أو administrative data. برضو هاي بتعطيني real time data. إذا مين اللي بيعطيني real time claims أو administrative والelectromedical records لأنها كلها أشياء موثقة في دوائر رسمية تمام. بتساعدني هاي في analysis للpatient with rare illness ليش أو rare medical condition، لأنه هذول أصلا صعب إني ألاقيهم أو أدور عليهم في المستشفيات، فبروح على مثلا الinsurance information أو الانشورنس كومبانيز وبروح بوصل لهذولا المرضى، هناك الوصول إلهم بيكون أسهل من أدور عليهم بالمستشفيات تمام. ولكن مشكلتها إنها low validity. ليش؟ لأنه فيها illegal practices. شو يعني low validity؟ يعني مش كثير بقدر أعتمد عليها، لأنه ممكن مثلا أنا أشوف إنهم طالبين لهذا المريض تست الفلاني تمام، او صارفين للمريض الفيتامين الفلاني او الدواء الفلاني، ممكن يكون المريض مش بحاجته لكن هم بدهم ياخذوا من المصاري تمام، دكتور مثلا خاص بده ياخذ مصاري فكتب له تست زياده او كتب له دواء زياده تمام. ففيها illegal practices، عشان هيك هي لها low validity. فالclaims data او administrative data هي الداتا اللي بيجمعوها من doctors appointment bills، من الانشورنس انفورميشن، من patient providers community. إذن هاي أربع مصادر إلها. حكينا خصائصها real time data وبتعمل لي analysis لل rare diseases، بتساعدني بالanalysis لل rare illnesses، وسلبيتها إنها low validity لأنه فيها illegal practices. رقم 4 vital records. vital records عندنا اللي هي العلامات الحيوية تمام. هاي vital records تجمع من national vital statistics system تمام، زي دائرة الإحصاءات العامة بيكون فيها عدد الولادات، عدد الوفيات، عدد الزواجات، عدد الطلاقات، كم عدد الفيتال ديث اللي هي الأطفال اللي توفوا خلال الحمل تمام. بتكون معطتني تفاصيل الولادة، تفاصيل الوفاة وإلى آخره. إيجابياتها إنها useful لأنها detailed information، المعلومات اللي فيها بتكون مفصلة تمام، وممكن تشمل rare disorder that ended death يعني أمراض نادرة والأطفال فيها أو الناس فيها بتوفوا كلهم، فمش كثير قادر ألاقي حدا عايش عنده هذا المرض، فبرجع للفيتال ريكوردز تمام، بشوف كيف الطريقة اللي ماتوا فيها، شو العلاجات اللي مشوا عليها، شو الأشياء اللي تعرضوا لها، عشان أقدر أحدد شو سبب هذا المرض، كيف أمنعه and so on. السلبيات إنه هي بس بتدرس الأشياء اللي end with death، يعني تدرس الأمراض بس اللي تنتهي بالوفاة، ولكن الأمراض اللي الناس فيها بيضلوا عايشين مش كثير بتكون مفيدة فيها. فالفيتال ريكوردز هي ريكوردز من وين تنجمع؟ من الناشونال فيتال ستاتستيك سيستم، هي أصلا تحت رعاية الجوفرمنت هاي السيستم. المهم هاي البيانات إيش تشمل؟ birth, death, marriage, divorce, fetal death, information about the cause of death and details of birth. إيجابياتها زي ما حكينا أنها detailed وممكن مفيدة للrare disorders. سلبياتها أنها تدرس بس الإلنسز يلي بتنتهي بالوفاة. السيرفلنس
حكينا عنها بمادة المد، هي ongoing systematic collection analysis and interpretation للداتا. إذن هي عملية جمع تحليل وكتابة نتائج البيانات بشكل ongoing مستمر، بالإضافة إلى أنه أنا بدي أجمع هاي البيانات وأوصلها إلى أصحاب القرار في الوقت المناسب. تمام، هاي هي السيرفيلانس. في عندي أكتف وفي عندي باسف. الأكتف أنه الحكومة ترن على المستشفى شو صار عندكم حالات اليوم، الباسف أنه المستشفى يخبر الحكومة. هلا أكيد مش كل الأمراض، هو مثلا في عندي زي الأوت بريكس، حالات الانفكشوس ديزيز أوت بريكس، زي حالات في عندي بعض الأمراض لازم يتبلغ عنها، فهي بنسميها سيرفيلانس. تمام، عشان يحصوا العدد، عشان يحصوا ايش الريسك فاكتور، عشان يدرسوها. طبعا هاي السيرفيلانس بدها تعاون حكي لي بين اللوكال والهيلث ديبارتمنت، بين الفيريتي هيلث بروفايدرز. ما علينا من هاي التفاصيل، بس بدنا نعرف ايش تعريف السيرفيلانس، ايش اهميتها. تمام، اوكي. الديزيز ريجستريز هي نفس مبدا الالكترونيك ميديكال ريكوردز. تمام، او سوري، هي نفس مبدأ السيرفيلانس، لأن هي أصلاً تايب من السيرفيلانس، ولكنها خاصة بمرض معين. يعني زي الكينج حسين كانسر سنتر عندنا في الأردن، مركز الحسين للسرطان، هو مش مستشفى بيخبر عن كل الحالات، لا، هو خاص بإشي واحد. فأنا لما بدي أرجع، بدل ما أروح أدور على مرضى الكانسر بالمستشفيات، لا، بروح على هذا الريجستري. تمام، وبجمع بيانات للمرضى من هناك، لأنه هو أصلاً خاص بهذا الديزيز. إيجابياته إنه هو بيبين لي حجم المشكلة. يعني لما أروح على مثلا مركز الحسين للسرطان واشوف عدد الناس اللي داخلين مثلا بسرطان رئه، بشوف انه والله سرطان رئه عندنا مثلا منتشر. تمام، بشوف الانسيدنس اوف ذا ديزيز، بشوف الترند اوفر ذا تايم، ايش انواع كانسر عم بتزيد، ايش انواع كانسر عم بتقل، بشوف ايش الافكت اوف سيرتن انفايرمنتال اكسبوجر، بشوف انه مثلا هذول الناس اللي عندهم كانسر كلهم ايش الاشي الانفايرمنتال اكسبوجر اللي كان مشترك عندهم، مثلا كلهم تعرضوا للراديشن، كلهم عملوا انتوبيشن، كلهم الى اخره. تمام، فالديزيز ريجستريز هي نوع من السيرفيلانس، ولكنها خاصه بسبيسيفيك ديزيز او سبيسيفيك كونديشن. ايجابياتها انها تعطيني معلومات عن كميه انتشار المرض، عن الانسيدنس، عن حجم المشكله، عن الترند اوفر ذا تايم، عن الانفايرمنتال فاكتورز اند بس. طيب، اذا ضل عندنا اخر وحده اللي هي البير ريفيود ليتريتشر. البير ريفيود ليتريتشر اللي هي الليتريتشر المنشوره، ولكنها بير ريفيود يعني انه كل ليتريتشر منشوره يكون معمولها ريفيو. تمام، فاذا انا بقدر اجمع المعلومات تبعتي او الداتا تبعتي للبحث من ابحاث اصلا اوريدي منشوره. تمام، بس يعني هاي الفكره اللي هون. فلو بدنا نرجع نعيد main sources للhealth data، في عنا surveys اللي هي حكينا أسئلة، إيجابياتها short period of time representative sample. تمام، الelectronic medical records حكينا اللي هي المعلومات اللي بالمستشفى، real time accurate automatically controlled. الclaims أو administrative data حكينا برضو، هي المعلومات اللي بنجمعها من الinsurance، من الدكتور appointment، من الpills، patient provider communities. تمام، communication sorry. إيجابياتها الريال تايم والرير إلنسز. سلبياتها حكينا إيش اللي هي low validity due to illegal practices. الفيتال ريكوردز بنجمعها من الناشنال فيتال ستاتستيك سيستم، حكينا إنها useful لأنها detailed وتعطيني عن rare disorders. سلبياتها إنها إيش بس بتدرس الأشياء اللي بتنتهي بالوفاة. surveillance حكينا هي كيف عملية جمع معلومات بين المستشفى والministry of health. تمام، disease registries هي نوع من السيرفيلانس ولكنها خاصة بسبيسيفيك ديزيز، والبير ريفيود ليتريتشر اللي هي الأبحاث المنشورة. الآن بدنا نحكي عن الكويستشنير. الكويستشنير هي عبارة عن ايش اوبجكتيف بيساهم في الداتا كولكشن بالريسيرش، رح يجمع لي الداتا about the people's knowledge, beliefs, attitude and behaviors. اذا الكويستشنير هي مجموعة أسئلة، تمام، بجمع فيها داتا عن معلومات الناس، عن اعتقادات الناس، عن تصرفات الناس، عن مواقف الناس تجاه إشي معين أو تجاه مثلاً علاج معين أو إلى آخره. تمام؟ الآن الإشي اللي بدي أعرفه بالكويستشنير، أهم إشي قبل ما أبلش أعمل استبيان، الخطوة رقم واحد إني أنا أكون عارف موضوع البحث تبعي كثير منيح، فاهمه كثير منيح، عارف إيش المعلومات اللي بدي أجمعها. تمام؟ طيب، الآن قبل ما أبلش بالكويستشنير لازم أسأل حالي أربع أسئلة. أول إشي، What information are you trying to collect؟ إيش المعلومات اللي أنا بحاول أجمعها؟ وزي ما حكينا هذا الإشي يتطلب إنه أنا أكون فاهمة موضوع البحث تبعي كثير منيح عشان أقدر أحدد إيش المعلومات اللي أنا بدي إياها من الناس. تمام؟
رقم اثنين إنه إذا questionnaire appropriate، هل لهذا البحث مناسب إني أنا أجمع المعلومات عن طريق الكويستشنير، ولا ممكن مثلا لو رجعت على ريكورد أحسن، لو مثلا عملت انترفيو أحسن. تمام، متى بحكي لي إنه في عندي rule of thumb، متى الكويستشنير ما بستخدمها؟ بحالات السنسيتيف توبكس، التوبك اللي اسوشيتد وذ ستيغما، الناس عندها مشكله انها تصرح عنها. تمام، بهاي الحاله انا ما بستخدم الكويستشنير لانه الناس ما حتجاوب. تمام، فهاي بنسميها رول اوف ثمب، يعني شيء مفروغ منه، قاعده عامه. الثلاث، كود يو يوز اكزيستينج انسترومنت، بقدر استخدم كويستشنير موجوده اوريدي ولا لازم اعمل كويستشنير خاص فيه؟ لا، بقدر استخدم شيء موجود اوريدي اصلا، على العكس هذا الشيء بوفر علي وقت وجهد، ولكن لازم اتاكد من هاي الكويستشنير اللي انا اصلا بدي اخذها، هل هي valid، هل هي reliable، هل الترانسليشن تبعها صحيح، whatever رح نحكي عنه لقدام. هاي الان نحكي انه الكويستشنير هل هي valid and reliable. الكويستشنير بعد ما اعملها بدي اشوف هل هي valid، يعني شو يعني valid؟ يعني تقيس الاشي اللي انا بدي اقيسه، بتجاوب لما الشخص يجاوب على السؤال رح يعطيني الاجابة اللي انا بدي اياها. reliable معناها لو اي حدا استخدم نفس الكويستشنير على نفس البوبيليشن، هل حيطلع عنده اسري لا بوبيليشن ثاني، هل حيحصل تقريبا نفس النتائج او مش نفس النتائج، نفس الفهم للناس لهاي الكويستشنير او لا. تمام، اذا قبل ما ابلش كويستشنير في اربع شغلات لازم اعرفها، شو نوع المعلومات اللي بدي اجمعها، هل كويستشنير هاي مناسبه ولا لا، بقدر استخدم كويستشنير جاهز، وهل هي valid or reliable او and reliable. وزي ما حكينا الكويستشنير بالسنسيتيف توبكس اللي فيها استجمة ما بستخدمها. نيجي الان على ايش types of question، ثاني بس انواع الاسئله بالكويستشنير. في عندي open ended question و close ended question. الopen ended question انا بساله مثلا شو رايك بكذا وهو بيكتب، اعطيني اقتراح لكذا وهو بيكتب، فالopen ended هي هو لحاله بيكتب. الclose ended لا، هي multiple question. تمام، multiple choices يعني MCQ. مثلا انا بكتب له بتمارس الرياضه كم ساعه مثلا باليوم، كم ساعه بالاسبوع، من الساعة مثلا من ساعتين لثلاث، من ثلاث لأربع، أنا حددت له عدد ساعات بالخيارات، هي بنسميها close ended، فهو رح يختار من الأشياء اللي already موجودة، مش هو رح يعبر لحاله. تمام، فالquestion في عندي open ended و close ended. الopen ended بفضلوا يستخدموها بالqualitative research اللي هو أصلا عم بدرس تفكير الناس، عم بدرس هو شو بيعتقد بهذا الموضوع، تأثير موضوع على نفسية الناس أو الآخرية، هاي أوكي استخدم فيها open ended question. ولكن عادة بالobservational study الclose ended question بالquestionnaire more suitable، لأنه هي بتخلي الquestionnaire تكون standardized، يعني موحدة، الناس كلها تفهم السؤال بنفس الطريقة، يكون عندهم نفس الخيارات عشان أقدر أعمل analysis للداتا. تمام، الآن في عندنا إشي اسمه الكروم باكس ألفا. الكروم باكس ألفا هاي معناها إنه أنا بعد ما أكتب الأسئلة، تمام، بدي أشوف الكونسستنسي لهاي الأسئلة. الكونسستنسي معناها هل هاي الأسئلة متوافقة مع بعض، متجانسة مع بعض. مثلا كل خمس أسئلة عن توبك معين، ما أنتم بتشوفوا الاستبيان بكون مقسم لمواضيع، الموضوع الأول بروح بشوف الأسئلة تبعته على الكروم باكس ألفا. تمام، هي جايدلاين معين يعني أو تست معين، بجاوب عليهم، بشوف مدى تقارب الإجابات من بعض. إذا كانت الإجابات متقاربة تماماً بكون الكروم باكس ألفا قريب الواحد أو ممكن يكون واحد، فهاي معناها إنه consistent. إذا كانت بعيدة عن الواحد معناها الإجابات بعيدة عن بعض مع أنها في نفس الفيلد أو عن نفس التوبك، هون أنا بعرف إنه في عندي مشكلة بأسئلة الاستبيان. تمام، فالكروم باكس ألفا هي بس إنه أنا بجيب مجموعة أسئلة بدي أقيس ارتباط الأسئلة مع بعض، هاي الأسئلة بتكون على نفس التوبيك طبعا، فبدي أقيس ارتباطها مع بعض عن طريق الكروم باكس ألفا، كل ما كان الرقم أقرب للواحد كل ما كان أحسن. الآن نرجع للأوبن والإنتد، الأوبن والكلوز إنتد كويستشن. الأوبن إنتد كويستشن حكالي هي low free expression، البارتيسيبنت بعبر زي ما بده، capture new response option emotion and thoughts، فهو زي ما نحكي ممكن انا مش بس الاشياء اللي انا او الاقتراحات اللي احط لها بالخيارات، لا هو قاعد بيكتب لي اشياء جديده. تمام، اشياء انا ممكن ما كانت خاطره بالي. السلبيات انه هو بتاخذ وقت اطول وهو بيعبي الشخص، بتاخذ برضو وقت اطول بالاناليسز، بدها كودينج، بدها بالاناليسز، وبتعتمد على السكيلز تبعت
الباحث والشخص اللي بده يعبي، لأنه الباحث كيف صاغ السؤال وكيف رح يفهم الإجابة، والشخص كيف كتب أو كيف عبر عن مشاعره أو عن إجابته. فالopen-ended question إيجابياتها إنه فيها free expression ففيها new responses، سلبياتها إنها بدها وقت أطول، عملية الأناليسيس كودينج في بدها كودينج، وحكينا بتعتمد على writing skills والclarity للresearchers والشخص الparticipant. The close the question هي سهلة سريعة واضحة كاملة، وبحكي لي إنها easy to standardize، زي ما حكينا أنا بتخلي الناس كلها تفهم الأسئلة والإجابات، يعني إنه هاي الإجابات في شغلهم. تمام. سلبياتها إنها guessed answer، ممكن شخص ما يفهم السؤال منيح أو يعني ما يفهم الخيارات كويس، فزي ما نحكي يتوقع إنه ممكن هيك. تمام. يعني كيف بدنا نحكي، ما يجاوب عن ثقة، إنه لما زي لما بده يكتب إنه أنا مثلا بتدرب 3 ساعات في اليوم، هو شاف إنه مثلا خلاص هاي أقرب جواب على الإشي اللي بخصه فبيحطه. تمام. ceiling أو floor effect، هاي معناها إنه شخص زهق وهو بيعبي بالاستبيان فبلش يشير زي ما إحنا نسميها. errors بالfilling، مثلا واحد كبس على كبسة وهو بينزل تغيرت الإجابة، أو مثلا كبس بالغلط تغيرت إجابة السؤال. تمام. فهي نسميها filling error. cannot capture wider option، ما في عنده خيارات إلا الموجودة قدامه، فأنا ما بقدر أجيب new response، يعني الخيارات الموجودة هي بس الأشياء اللي حطها researchers، الparticipant نفسه ما بقدر أضيف شيء جديد. فإذا حكينا إيش إيجابياتهم وسلبياتهم، الopen ended حكينا إنه في free expression ونew response، سلبياته time، الكودينج عملية الأناليسز وبتعتمد على writing skills، the close the question هو easy quick clear complete suitable و easy to standardize، ولكن سلبياته ال guess the question ceiling effect feeling error و cannot capture wider options. الآن طريقة ال presentation للسؤال، إنه أنا مثلا أحطه بأي شكل، هذا الأشي أكيد بيعتمد على السؤال نفسه. تمام. بيعتمد على السؤال نفسه. مثلا هون ملاحظة مهمة، حكي لي لما بدك مثلا تسأل المريض عن طوله أو البارتيسيبنت عن طوله، لازم تحط له هاي النقطة عشان هو ما يعني مش ناس تكتب لي مثلا متر ونص وناس تكتب لي إياها بطريقة ثانية، لا أنت حط لهم هاي عشان خلص توحد الإجابة، إنه أنت عندك هذول 3 منازل وعندك الوحدة هاي. تمام. مش حدا يحط لي بالسانتي وحدا يحط لي بالإنش وحدا يحط فوت لا، يكون كل إشي موحد. تمام. طيب، في عندنا إشي بنسميه الليكرت سكيل. الليكرت سكيل هاد إيش؟ هو عبارة عن سكيل فيه 5 خيارات، غالبا 5، ممكن يكونوا 4، ممكن يكونوا 6 7 إلى آخرين، بس غالبا 5. تمام. مرتبين حسب، مثلا أنا بدي أسأل قد إيه أنت متوافق مع فكرة مطعوم الكوفيد 19 مثلا، 1 يعني strong disagreement، 2 disagree، 3 neutral، 4 agree، 5 strong agree. فهون أنا بكون قسمت هو شو بحس لخمس درجات، وهاي الدرجات مرتبة. تمام. from disagreement إلى strong agreement، فهاي اللي بنسميه الكريت سكيل، وهذا الإشي بنشوفه كثير إحنا بالاستبيانات. تمام. طيب نيجي الآن على فكرة، إذا كملنا فكرة الأسئلة طبيعة السؤال، نيجي على الوردنج صياغة السؤال. بحكي لي أهم إشي بالأسئلة 3 شغلات: clarity, simplicity, neutrality. The clarity وضوح السؤال، السؤال يكون واضح وspecific. مثلا شوفوا هالمثال، إنه كم مرة بتعمل exercise، هذا سؤال كثير يعني. هون ممكن حد يحكي لي مثلا أنا بعمل 3 ساعات بالأسبوع، ممكن حد يحكي لي أنا بروح للجيم 3 مرات بال أو مثلا 7 مرات بالشهر مثلا، فكل حدا جاوب بطريقة مختلفة. أنا ما عملت standardization للسؤال وما كان واضح، فالأناليسز حيكون عندي كثير صعب. بينما أنا مثلا سألت during a typical week بالأسبوع العادي كم ساعة spend in walking، يعني أنا حددت له حتى أنه مثلا في ناس تعتبر أنه أنا مشيت شوي شوي هذا رياضة، في ناس تعتبر أنه أنا لا رياضة بس لما أروح الجيم، فأنا حددت لهم إيش الرياضة اللي أنا بقصد فيها والمدة الزمنية اللي أنا بقصدها والفترة. تمام. طيب والوحدة اللي هي hours، أنا بسأل عن ساعات، هاي إذا أنا وضحت السؤال وخليته specific أكثر. تمام.
simplicity يكون simple واستخدم كلمات common كل الناس بتعرفها كل الناس تستخدمها، ابعد عن technical terms يعني ابعد مثلا عن المصطلحات الطبية والجارجون او اللي هي المصطلحات العامية اللي ممكن تكون صعبة لبعض الناس. فsimplicity استخدم مصطلحات بسيطة واضحة شائعة كل الناس تعرفها، ما استخدم مصطلحات طبية ولا لهجة عامية. للneutrality avoid the loaded words. loaded words معناها انه انا اكون محايد بالسؤال، ما احط كلمات تخلي البارتيسيبنت يفهم انه لازم يجاوب جواب معين. زي مثلا حكي لك during the last month how often did you drink too much alcohol، انت سألته هون انت شربت كثير كحول، طب انت شو عارفك انه ممكن ما شرب، تمام؟ ف او ممكن شرب بس انه انت بتحسسه بالجواب او بالسؤال انه هو شرب كثير، تمام؟ فهون احنا بعدنا عن النيوتراليتي. فبالسؤال في عندي ثلاث شروط: clarity لازم يكون clear وspecific، simplicity أبعد عن technical word والجارجون، والneutrality أبعد عن loaded words، تمام؟ setting time frame هاي مهمة لما بدي أسأل عن زي ما حكينا قبل شوي مثلا عدد ساعات في الرياضة، الرياضة في الأسبوع، فبكتب له بالخيار تمام hours in week تمام أو weekly تمام، فبحط له فراغ وبحدد له وحدة السؤال. أو مثلا هون بسأل عن cigarette smoking خلال آخر 7 أيام، فهو محدد له إياه بس بخليه يكتب الرقم. هاي الهدف منها standardization عشان الناس كلها تفهم السؤال بنفس الطريقة وتجاوب بنفس الطريقة. بحكي لي هون لازم الانفستيجيتور أو الريسيرشرز يفهم منيح هل هو بده الأفرج، يعني أنا مثلا لما سألت عن عدد الدخان أو السيجارات اللي دخنوهم خلال آخر 7 أيام، هل بهمني أنا أخذ أفرج الناس كم دخنت، ولا بهمني أطلع كم عدد الناس دخنت كثير كثير والناس دخنت قليل قليل اللي هي الإكستريمز، ولا بهمني الأفرج، تمام؟ لازم أكون محدد الإشي اللي أنا بدي إياه قبل ما أكتب السؤال. الآن بحكي لي avoid the pitfalls. pitfalls زي فخ، تمام؟ بدنا نبعد عن شغلتين مهمات: double barreled question اللي هو السؤال الدبل سؤالين بسؤال، هذا بيسأل عن شغلتين مع بعض. زي حاط لي مثال إنه how many cups of coffee or tea do you drink. ده طب في واحد ممكن يكون شرب قهوة كثير بس ما شرب شاي بالمرة، واحد شرب شاي كثير بس ما شرب قهوة بالمرة، زي بعض؟ لا، فلازم أفصلهم. إذا هون أنا سألت عن شغلتين بنفس السؤال، هاد بنسميه double barreled question، تمام؟ كل سؤال لازم يكون فيه بس one concept. الثانية اللي هي hidden assumption. hidden assumption معناها أنا ممكن أحط بالسؤال أو بالخيارات أشياء أو أفكار بتخصني ما بتنطبق على كل الناس. يعني مثلا خيار، مثلا أنا قاعدة بعمل questionnaire عن قياس depression عند الناس، مثلا حكيت لهم أوصفوا لي شعوركم، ومن ضمن الخيارات حطيت I felt I could not be happy even with help of my family. طب هذا الاشي ممكن انه واحد ما ينطبق عليه، فانه كيف ممكن يختار؟ او يعني فهمتوا، الناس ممكن انا اعطي زي اقتراح او فكرة هي خاصة فيي، يعني هي افكاري مش افكار البارتيسيبنت، تمام؟ فهي مسميها hidden assumption. فأنا في شغلتين لازم أبعد عنهم: double barreled question يكون سؤالين بسؤال، والhidden assumption أنا أعطي انطباعات ما بتنطبق على كل الناس من ضمن الخيارات أو السؤال. أوكي، إذا حكينا عن الأسئلة كيف نكتبهم، وحكينا عن إيش هون اللي هو pitfalls. الآن نحكي عن questionnaire بشكل عام. لازم تكون الأسئلة قصيرة، كل نقطة ما تكون أكثر من 12 كلمة، الخط يكون واضح، الحجم ما يكون كثير كبير ولا كثير صغير، اللون ما أروح أختار أصفر أحمر، يكون الألوان هادية وواضحة، شكل الكوستشنير منيح مرتب. ترتيب الأسئلة كثير مهم. عادة نحن مبلش بديموغرافيك فيتشرز أو ديموغرافيك كوستشن، الأسئلة بتسأل عن العمر، عن الجندر، عن مثلا سنة التخرج، أي سنة أنت أي طالب، أي سنة التخصص، المعدل، هاي كلها نسميها ديموغرافيك كوستشن. هاي بتكون بالبداية، بعدين مبلش نسأل عن الإشي بشكل عام، بعدين بدخل بتخصيص المشكلة، تمام؟ تمام. إذا عرفنا شو حكينا عن الأسئلة الأوبن والكلوز إند، عن الليكرت سكيل، عن السؤال شو شروطه، عن التايم فريم، البيت فولز، وحكينا عن الكوستشنير بشكل عام. هلأ تشيك لست للكوستشنير بشكل عام. بعد ما أكمل أنا الكوستشنير كتبتها، إيش الأشياء اللي لازم أتأكد أنها موجودة؟ أول إشي لازم أتأكد إنه كل الأسئلة valid. شو يعني valid؟ كل الأسئلة سألت الإشي اللي أنا بديها، يعني هل السؤال هذا فعلاً هو اللي كان ببالي ولا أنا صغته بطريقة غلط. language للquestion clear and neutral.
تمام اللغة مفهومة الناس بيفهموها، مثلا أنا medical students ممكن أفهم هذا السؤال، ولكن هل لو نشرته بين الناس رح يفهموا شو المقصود بالسؤال أو المصطلحات؟ بحكي لي the question about sensitive topics استخدمت acceptable language ولا لا، يعني هل لو كان في عندي سؤال عن موضوع فيه استجما الناس ما بتحب تحكي فيه أو موضوع محرج أو موضوع whatever، هل استخدمت لغة مقبولة ولا اللغة كانت مزعجة أو ممكن تزعج الناس؟ الخيارات اللي أنا حاطها هل هي clearly presented واضحة ومعروضة بشكل متسلسل؟ الأسئلة اللي فيها ترتيب أو rank أو order، هل هاي الأسئلة مثلا أنا بحكي له قيم من 1 لـ5 بس ما وضحت له 1 شو 5 شو، تمام هذا غلط. تمام. الآن أنا بعد ما كملت الكويستشنير بدي أعملها pre-test. pre-test إنه أنا بدي أتأكد قبل ما أنشرها من clarity والتايم. إذا pre-test أنا بتأكد من وضوحها والتايمينج تبعها، هل هي كثير طويلة أو إيش أو إنها وقتها مقبول. وبدي أتأكد سوري من validity والreliability. validity هل هي قاسة اللي أنا بدي أقيسه، والreliability هل هي لو أي حدا ثاني يستخدم هذا الكويستشنير حيتفهم بنفس الطريقة اللي أنا فهمتها ولا لا. تمام. الآن البري تيست، في عنا البايلوت تيستينج. البايلوت تيستينج إنه أنا أجيب زي عينة من الناس، مثلا أنا بدي أدرس مثلا طلاب كليتنا، قبل ما أنشر الكويستشنير بروح بجيب 10 من طلاب الدفعة وبعطيهم هذا الكويستشنير وبشوف إجاباتهم، هل هم جاوبوا الإجابات اللي أنا كنت بستناها، يعني مش اللي أنا بستناها من ناحية كده أحكي لكم، يعني فهم السؤال بطريقة صح، جاوبوا عن الموضوع اللي أنا بدي إياه، الوقت كم أخذ معهم، زي ما حكينا ترتيب الأسئلة كان مناسب ولا مش مناسب، أوكي التايم يلي أخذوه لحتى يعبوا الصبيان، وزي ما حكينا الريلايبلتي. الريلايبلتي بقيسها عن طريق اللي هي إيش اللي حكيناها الكروم باك ألفا، زي ما حكينا هي بتروح بتشوف الأسئلة الكونسستنسي أو ارتباط الأسئلة مع بعضها البعض. تمام. فإذا البري تيست أو البايلوت تيستينج هدفه إنه يقيس الكلاريتي وضوحها والتايمينج. تمام. طيب الآن اليوزنج أفيلابل سكيلز، هل أنا مثلا بدي أعمل استبيان عن الدبريشن بقدر استخدم depression scale موجود؟ اكيد بقدر استخدمه، اصلا على العكس هذا الشيء رح يكون احسن من انه انا اعمل depression scale بمدام الاشي موجود وvalid وreliable ومستخدم ومعتمد، فلا انا بحطه احسن ما انا اعمل واحد. تمام. احط الامثلة زي pick depression inventory and general health questionnaire. تمام. mini mental state examination whatever، هاي امثلة. الان فكرة translation، هل انا لو جبت questionnaire بدي أترجمه، أنا كثيرا كتبته باللغة الإنجليزية وبدي أترجمه إنجليزي وعربي، الآن عملية الترجمة كيف بعملها؟ بجيب واحد بحكي له هاي الكويستشنير بالإنجليزي ترجم لي إياه العربي، وبعدين بجيب واحد ثاني بعطيه الاستبيان اللي بالعربي وبخليه يرجع يترجم لي إنجليزي، لو رجعوا بنفس المعاني المقصودة بالاستبيان الأول معناها الترجمة العربية صحيحة، إذا رجع لي المعاني ملخبطة بعرف إنه في عندي مشكلة بالترجمة. تمام. فهي بنسميها الدبل ترانسليشن او الباك ترانسليشن، ترجمت عربي ورجعت رجعت انجليزي عشان اتاكد من الترجمه. تمام. او بعطي هذا الكويستشنير لواحد اكسبرت وبحكي له اتاكد لي من الترجمه اللي انا ترجمتها. الان الريسبونس ريت اللي هي مدى الاستجابه للاستبيان، بحكي لي انه لازم الريسبونس ريت ما تقل عن 70% من البوبوليشن اللي انا كنت حاطه ببالي. تمام. عشان اعتبر انه هاي السامبل ريبريزنتاتيف. طيب كيف انا ازيد ريسبونس ريت؟ بحكي لي مثلا حط انترودكتوري ستيتمنت. انترودكتوري ستيتمنت جمله في البدايه تحفز الناس انها تقرا، يكون شكل السيرفي او الكويستشنير ويل ديزايند وفيجوالي ابيلينج، يعني شكله مقبول ومنظره مرتب مريح للنظر. Respondent should be able to complete survey in short period of time، ما تاخذ وقت طويل لانه احنا بنشوف الاستبيان اللي بياخد وقت طويل كنا بنرميه. some inducement or gift may be included، ممكن انا اعطي هدية او تحفيز للحد اللي بيكمل السيرفي، زي مثلا دكتور عامل بحث يوقف فيها تحكي لطلاب عبوا الاستبيان هذا ولكم علامة زيادة. follow up request، زي مثلا قبل فترة اجت عنا بنت بالمدرج بالمحاضرة اعطتنا questionnaire ونعبيه وهي واقفة يعني، فهذا follow up. تمام.
فاذا الريسبونس ريت عشان ازيده بقدر ازيده بالانترودكتوري ستيتمنت زي ما حكينا انها تكون هي اصلا الكويستشنير شكلها مرتب مريح للنظر تنتهي بفتره قصيره زي ما حكينا ممكن اعطي انديوسمنت اور جيفت وممكن اعمل فولو اب. تمام الان كيف بدي اعطي الكويستشنير؟ الكويستشنير هاي الادمنستريشن ميثود في عندي ثلاث طرق. اول شيء السلف ريبورتد باي ميل اور اونلاين، نشرت على مواقع التواصل، بعثت لشخص معين، تواصلت معه على التليفون، هذا سلف ريبورتد. انترفيو، انترفيو انه انا زي ما حكيت لكم انا اطرح عليه الاسئله هو يجاوب وانا بعبي، بتكون اما فيس تو فيس اما تليفون بيست. وجروب اور فوكس جروب انترفيو، انا ما بعمل انترفيو مع شخص، انا بعمل انترفيو مع مجموعه اشخاص، بدرس البحث او الكاركترستيك لمجموعه اشخاص. تمام طيب نيجي الان على عمليه السامبل، كيف اختار عينه البحث؟ اول شيء انا بدي اعرف انه لازم عينه البحث تكون ريبريزنتاتيف، بس انا ما بقدر اخذ كل البوبوليشن، عشان هيك لازم اخذ عينه من هذول البوبوليشن تكون تمثل هذول البوبوليشن وبتشبههم من ناحيه كاركترستيك، خصائص شامله لكل انواع الناس اللي موجودين في البوبوليشن، عشان اقدر احكي عن نتائج بحثي انها صحيحه وتنطبق على الكل. فاول اشي بروح بشوف تارجت بوبوليشن، مثلا انا بدي اعمل بحث على مرضى دايابيتس في الاردن، تمام؟ هذا هو التارجت بوبوليشن اللي هو الجنرال بوبوليشن. رحت على الخطوه رقم 2 احدد السورس بوبوليشن، مثلا انا بدي اخذ الديابتك بيشنت اللي موجودين في مستشفى الملك عبد الله، اذا انا حددت السورس بوبوليشن. بعدين بحدد السامبل بوبوليشن، مثلا انا بدي اخذ مرضى دايابتك اللي مثلا بمستشفى الملك عبد الله، زي ما حكينا مثلا بدنا ناخذهم بهاي الفتره وبدنا نبلش نعملهم سامبلينج، يعني بدي اخذ فلان وفلان 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 واخترتهم بطريقه معينه. طبعا رح نشوف طرق الاختيار. فاذا انا رحت على المستشفى واخترت المرضى بطريقه معينه، بعد ما اخترت المرضى ممكن اشوف مريض مثلا عنده هارت فيلر اعمل له اكسكلوجن، هذا ما بدي اياه. مريض مثلا عدياليس، هذا ما بدي اياه. تمام، فمين اللي صفوا معي؟ اللي صفوا معي هذول الستدي بوبوليشن، فانا بكون اخترتهم بناء على الاليجيبل كرايتيريا، خصائص معينه انا بدي اياها، بدي الاعمار من كذا لكذا، بدي ما يكون عندهم ديزيز الفلاني، بدي اياهم وضعهم الصحي يكون كذا، ماشيين على الدواء الفلاني. تمام، فانا اخترتهم بناء على خصائص معينه. تمام، فاذا انا بالبدايه بحدد التارجت ديابتك مثلا، السورس حددت مستشفى الملك عبد الله، بعدين رحت بلشت اختار بالبيشنت بناء على الاليجيبل كرايتيريا، وطلعت منهم الستدي بوبوليشن. الستدي بوبوليشن هم اللي فعلا دخلوا في الدراسه. تمام، اللي فعلا دخلوا في الدراسه. الان عمليه السامبلينج، انا كيف بدي اختار هذول الناس اللي يدخلوا في الدراسه او لا؟ بتكون من خلال اما probability sampling method او non probability sampling method. عمليه السامبلينج هل كانت مبنيه على احتمال، على chance، ولا كان في طريقه معينه اخترتهم فيها؟ الان بنبلش بالnon probability sample. non probability sample اول وحده convenience sample. convenience sample اللي هي اللي احنا اغلبنا طلاب الطب نشتغل فيها، نشرت استبيان، اللي رد رد واللي ما رد ما رد. فاذا انا مين عينتي صارت؟ الناس اللي ريسبوند لهاي الاستبيان، فهي بنسميها convenience sample. يعني انا اخذت عينه الناس اللي ردوا، ولكن الناس اللي ما ردوا ممكن يكون في عندهم كاركترستيك معين، مثلا ممكن يكون عندهم ديبرشن اكثر، ممكن يكونوا بدرسوا اكثر، علاماتهم اعلى لانهم ما فتحوا الفيس فما شاف. تمام، فالconvenience sample فيها risk of bias لانه انا اعتمدت بس على الريسبوندرز. تمام، الكوتا سامبلينج انا اروح احكي مثلا انه انا بدي بعينتي اللي اجمعها مثلا بدي 100 شخص، منهم 20 لازم يكونوا مثلا ميلز فوق ال 40 سنه زي مثال محطوط. طب انا ليش اخترت هذول؟ عشان اضمن انه انا شملت هاي الفئه. مثلا انا بحكي عينتي 100 شخص ديابتك، بدي 20 منهم على الدياليسز. ليش اشترطت 20 منهم على الدياليسز؟ لانه بدي اشمل هاي الفئه، بدي اضمن انه انا شملت مرضى الدياليسز. تمام، اذا هاي بنسميها كوتا سامبلينج، خصصت مقاعد لفئه معينه من الناس عشان اضمن انه انا شملتهم. بيربوز اوف سامبلينج انه انا اخترت هذول الاشخاص لهدف معين انا بدي اياهم. تمام، بدي هذول، يعني مثلا بدي ادرس رير ديزيز، ما بروح بجيب اي حدا، بروح بجيب هذول الناس اللي عندهم رير ديزيز اللي موجودين في المستشفى الفلاني، فانا اخترت هذول الاشخاص. تمام، تحديدا اخترتهم هم لانه انا هدف دراستي اني ادرس على هذول الناس، فهي بنسميها purpose of sampling. السنوبول سامبلينج هاي برضو احنا بنستخدمها بالكويستشنير تبعنا لما ننشر انه مثلا بنبعث لاصحابنا يلا بعثوا لاصحابكم، ف
فهي بتعتمد على السوشيال نتورك، عشان هيك سموها سنوبول زي كرة الثلج، انه كل حدا مين بيعرف بيبعث للي بيعرفهم، تمام، بيجيب معارفه. فهي يعني هي صارت معتمدة اكثر على السوشيال نتورك، فممكن انا في فئة من الناس ما شملتها، تمام. اذا هاي السنوبول سامبلينج. اذا نانو بروبابيليتي، في عندنا الكونفينينس حكينا اللي يردوا علي، الكوتا سامبلينج انا خصصت مجموعه مقاعد لمجموعه من الفئات هي انا بدي اياها، البيربوس اوف انا درست اشخاص حددت انه بدي هاي الفئه، ومين اخر شيء حكينا السنوبول سامبلينج اللي بتعتمد على السوشيال نتورك. البروبابيليتي سامبلينج ميثود في عندنا ايش، هاي بتعتمد على الاحتماليه باي تشانس باي راندوم، تمام. اول شيء في عندنا السمبل راندوم سامبلينج، هاي انا جبت ناس كثير عشوائي بطريقة أنه مثلا جبت هذا الشخص، يلا مثلا جبت الكوين اللي هو 10 قروش، صورة كتابة، صورة بتدخل كتابة ما بتدخل، عملت عليها يلا صورة معنا بالبحث، أنت كتابة ما مش معنا، فكثير راندوم، تمام. أو ممكن عن طريق الراندوم نمبر جنريتور تامبل أو سوفتوير، ممكن في عندي سوفتوير تمام على الحواسيب بدخل عليه كل البوبوليشن وبحكي له مثلا انا بدي 30 شخص وهو بيختار، هذا سمبل راندوم سامبلينج. في عندنا سيستماتيك سامبلينج، انا جبتهم رقم 1 مبديه، 2 مبديه، 3 تعال، 4 5 مبديه، 6 تعال، فمن كل 3 جبت واحد، هذا بنسميه سيستماتيك سامبلينج. الاستراتيفايد سامبلينج هاد انه جبت البوبوليشن قسمتهم بالاول، انه انا مثلا الناس اللي اعمارهم قسمتهم يعني فيميل وميل، تمام، بعدين الفيميل رجال قسمتهم اكثر من 40 سنه اقل من 40 سنه، الميل اكثر من 40 سنه اقل من 40 سنه، بعدين من كل جروب صار في عندي 4 جروبات، فيميل اقل من 40، فيميل اكثر من 40، ميل اكثر من 40، وميل اقل من 40. من كل جروب اخترت عينه عشوائيه، فاذا انا قسمتهم بناء على معايير بعدين اخترت منهم ناس، تمام. الكلاستر سامبل هون مثلا انا حكيت بدي اعمل دراسه على ديابتك بيشنت بالاردن، رحت مستشفى بس ما اخذت منه عينه، مجموعه عشوائيه، ايدون اخذت منه مجموعه عشوائيه، مستشفى هيا اخذت منه مجموعه عشوائيه، المدينه الطبيه مجموعه عشوائيه، مستشفى الملك عبد الله مجموعه عشوائيه، فكاني اعتبرت كل مستشفى انتيتي او يونت وحده واخذت منها عينه عشوائيه، تمام. المالتي ستيج سامبلينج هاي انه انا مثلا، وانتوا احفظوا الامثله، انا بعيد نفس امثله الدكتوره لانه الدكتوره بتجيب نفس الامثله شفته بالفاينل. فالمهم المالتي ستيج انه انا جبت دولة على مستوى الأردن، حكيت بدي أقسمها إلى محافظات، بدي أدرس محافظة إربد وزرقاء وعمان، بعدها رحت على إربد، إربد فيها كثير قرى، فحكيت بدي أدرس إربد في منطقة مثلا مناطق اللواء الكرة ومنطقة قصبة إربد، زرقاء مثلا بدي أدرس منطقة كذا وكذا، عمان كذا وكذا، تمام. بعدين رحت إربد لواء الكرة بدنا ندرس منه القرية الفلانية والقرية الفلانية، تمام. فإذا أنا هون ضليت أعمل سامبل بطريقة عشوائية ولكن على ستيجز، تمام، على مراحل، مش كلهم يجوا بنفس المرحلة. بعدين من القرية الفلانية أخذت مثلا 10 ميل 10 فيميل، من القرية الفلانية 10 ميل 10 فيميل، أنا طلعت عينة عشوائية ولكن اختيارها كان مالتي ستيج، تمام. إذا هاي الطرق البروبابيليتي سامبل، حكينا سامبل راندوم والسيستماتيك سامبل، الستراتيفايد، الكلاسترد، والمالتي ستيج. الان بحكي لي في عندي شيء بنسميه سامبل بايس. سامبل بايس لما تكون عينه البحث نوت ريبريزنتاتيف، اما من ناحيه عدد انه العدد كثير قليل، او من ناحيه كاركترستكس انه انا اخترت عينه خصائصها ما بتنطبق على كل المجتمع، تمام. الان اذا كان السامبلينج ميثودولوجي طريقه اختيار السامبل غلط ممكن تعمل بايس، إذا كانت الريكروتمنت ميثودولوجي طريقة استدعاء الناس غلط رح تعمل بايس، إذا كان في عندي دخلت ناس بعدين بلش ناس تنسحب من الدراسة هذا بايس، تمام. الآن كيف بدي أعمل avoid للسامبلينج بايس، بحكي لي هون strict to probability based sample method، بعدين منضيف 20. إذا أنا ما بروح عن probability، تمام، بشتغل على probability sample بعدين بزيد عليهم 20%، تمام. تمام، اذا انا بهاي الحاله بكون ضمنت انه انا افويد السامبلينج بايس. هلا في عندنا انواع السامبلينج بايس. اول شيء في عندنا السلف سيلكشن. سلف سيلكشن انا عرضت بحث مثلا عن موضوع تاثير مثلا الام الرقبه على او الدراسه على الام الرقبه، الناس اللي راح يدخلوا بالبحث غالبا هم ناس بيعانوا او لعبوا الاستبيان بيعانوا من الالام هاي، تمام، فهذا بنسميه سلف سيلكشن.
ونصار في عندي سامبلينج بايس، لأن الناس اللي لعبوا الاستبيان هم الناس اللي أصلاً بيعانوا من هاي المشكلة أكثر. تمام؟ النون ريسبونس اللي هي نفس فكرة إنه إحنا بننشر الاستبيان، مثلاً في ناس بتعبي وناس ما بتعبي، ممكن أنا أكون موضوع الاستبيان عن الدبريشن والناس اللي ما عبت أصلاً هم اللي عندهم دبريشن، فأنا ألاقي لها والله معدلات الدبريشن قليلة، بس لا، لأنه الناس اللي عندهم دبريشن أصلاً ما عبوا الاستبيان، فهذا من نسميه نون ريسبونس بايس. الأندر كفرج هاد إنه أنا في عندي عينة من البوبوليشن أنا ما شملتها، زي بحكي لي مثال إنه أنا لو مثلاً بدي أعمل دراسة على علاج معين ولكن نشرت هذا الاستبيان بس عن طريق الإنترنت، تمام؟ هلا الناس اللي ما عندهم إنترنت ما وصل لهم هذا الاستبيان، فأنا في عندي أندر كفرج بوبوليشن، تمام؟ فمسميه أندر كفرج بايس. السيرفر السيرفايفورشيب هون هاي زي مبلغ الببليكيشن البيز اللي حكينا عنه، انه بس الاشياء اللي انا السكسسفول اوبزرفيشن هي اللي انا بشملها بدراستي، زي فكره الابلكيشن بايز حكينا انه الجورنلز بتنشر بس الابحاث اللي فيها سترونج ريليشن شيب، ولكن الابحاث اللي فيها نل ريزلت ما بتنشرها. تمام؟ البري سكرينينج اور ادفرتايزنج هون بحكي لي طريقه العرض او طريقه نشر الاستبيان هي يلي بتخلي انه مين الناس اللي تعبي، تمام؟ مين الناس اللي عبي هذا الاستبيان. يعني مثلا هاي زي فكرة كمان اللي حكيتها فوق عن فكرة الناس، هون مثلا حاكي لي مثال هو عن السليب، انه نشرنا استبيان عن عادات النوم، واحد نفسه يغير عادات نومه، او بدنا نعمل بحث مثلا مين بتطوع بحث عشان عادات النوم، واحد نفسه يغير نومه وحاب يغير نومه بيشترك بالبحث، لكن شخص تاني بحس انه هو مش مهتم مثلا بدون شيء عدل نومه خلص ما بتطوع. فاصلا الناس اللي دخلت هاي الدراسه هم الناس اللي حابين يغيروا نومهم، فشو ما كان الاشي اللي انا بدي اعمله عشان اعدل على نومهم هم اصلا حابين، فحيكون الريسبونس اعلى من المتوقع. فهمتوا الفكره؟ اخر اشي الهيلثي يوزرز هي فكره انه برضو الاشي بيشبه الموضوع، بيشبه فكره البري سكرينينج وبيشبه فكره السلف سيلكشن، انه مثلا انا بدي اعمل بريفنتيف انترفنشن، بدي مثلا اخلي الناس تعدل اللايف ستايل تبعهم، غالبا الناس وبدي اطلب متطوعين للبحث، غالبا الناس اللي حتعبي او حتيجي تتطوع هي الناس اللي نفسها تغير اللايف ستايل تبعها. شو ما كانت طبيعه الانترفنشن اللي انا بقدمه الناس هاي راح يتعدل اللايف ستايل لانه هم بدهم، ولكن الناس اللي كانوا ما بدهم او كان اللايف ستايل تبعهم كثير سيء غالبا ايش مالهم ما راح يتطوعوا للدراسه من الاساس. هاي هي كل المحاضره، اتمنى انه تكون واضحه. اي سؤال اي استفسار بعثوا لنا اسالونا في اي وقت. يعطيكم العافيه وموفقين يا رب.